سنين طويلة يا سرلية. ممكن يكون في وطن بديل، ممكن نحن اللي منختار الأوطان. في وطن بيخلق مثل الأم مثل الأب مثل الأهل، بيخلقوا مثل الأهل مفروضين نوعا على الدنيا. ونحن مننتمي لهذا المكان، مننجرح له ومنحس فيه لأنه هو بيشبه أهلينا. كيف خلق عنا أم وأب وخلقنا نحن أولادهم، بيخلق عنا وطن. وطننا بينجرح، مننجرح معه. لكن مرات كثيرة مثل شاعر هاي الأغنية ومثل اللي غنتها أنا، شاعرها نزار أباني الراحل الكبير، اختار أكثر من وطن. وحقيقي كان بكل مكان لما يحكي لنا عنه نحس إنه هو بيحسه وطن، إن كان بيروت وإن كان حتى لندن، المكان اللي قعد فيه وقت أطول. وغيره كتير، أسماء كتيرة اختاروا، يعني في وطن اختياري. حتى لو بناخد مرات قرار لأنه هذا الوطن عم يوجعنا شوي لأنه موجوع، ما عارفين نعيش فيه نتنفس مثل ما لازم نكون، لأنه لهيك خلقنا، خلقنا لنعيش. مصر كانت بالنسبة لي هي الوطن البديل، هي الوطن الاختياري، هي الوطن الحلم. أماكن كتير ببلادنا، أماكن كتير ببلادنا بحس وأنا فيها بالحقيقة، بحس وأنا فيها إنه هاد مكاني. يمكن لأنه الناس تعودت علي، بيشوفوني من 20 سنة أنا جزء منهم، بحكي كتير بحفلاتي وبحكي كتير بسهراتي وبحكي كتير بلقاءاتي، صار في عشرة بيني وبينكم وصار في علاقة، صرت قريبة كتير منكم وأنتم مزروعين جواتي. بس اليوم بدي غني لوطني يلي من يوم ولدت وهو وطني، مجروح وين ما رحت بحس فيه. ما منعرف يمكن لو الوطن بيحكي شو بيقدر يقول عنا، مين فينا المخلص اللي بعيد ولا القريب، اللي جوا ولا اللي برا، يلي انكسر لما هو انكسر وانجرح لما هو انجرح وانتهى قبل ما الوطن بينتهي، لأنه الوطن ما بينتهي، ولا يلي قدر يوقف لما الوطن انكسر لأنه نفسه إنه ياخد بإيده. أنا واحدة من الناس، بودي كنت إني انكسر، بودي أضعف، من كل قلبي بدي أبكي ليل مع نهار. بس الوطن محتاجنا أقوى، محتاجنا نكون واقفين مو مجروحين ولا واقعين.